نملي عينينا بيه. تعالوا نملي عينينا بيه. تعالوا نملى عينينا بوجهه، باسمه، بمحبته، بنعمته، بفدائه على الصليب. قد ايه حبتني فانفرد ايديه على الصليب وقال لك قد كده. قد ايه بتحبني وانا في اوحش حالاتي، بيفرد برضو ايديه على الصليب يقول لك قد كده. قد ايه بتحتويني، يفرد ايديه على الصليب ويقول لك انا بحتويك قد كده. قد ايه هتغطيني، بيفرد ايديه على الصليب ويقول لك قد كده. ملي عينك بيه، ملي عينك بمحبته، ملي عينك بفدائه، ملي عينك، املى عينك. ما تقولش بس في ميه تحت رجلي، قلش بس في بقعة في هدومي. املى عينك بيه. هللويا. عايز تقوله أنا ليك، خد لحظات كده أكلمه أنت، قوله أنا ليك، قوله بحبك، قوله أنت أبرع جمالا. حكي معاه عنه، ما تحكيش معاه عنك، ما تحكيش معاه عنك، حكي معاه عنه، حكي عنه، حكي عنه، حكي ازاي هو ابرع جمالا، هو حامل كل اشياء، هو كوكب الصبح المنير، هو ملء الذي يملا الكل في الكل. قل له انت الكل في الكل، قل له كده، قل له انت الكل في الكل. من فضلك ما تبصليش، ما تبص اي حاجه تانية، بص له، ما تبصش نفسك، بصش للساعة، بص له، قل له أنت وليس سواك. هو ده المعنى، أنت كل حاجة، أي حاجة تانية ولا حاجة، أنت كل حاجة. ده مش كلام وعظ، ده الحياة. بطل تذمر. التذمر خلى اليهود يلفوا في الصحراء. كل ليك، كل حياتي ملكك. مش هخاف، مش هقلق، مش ههتم. I'm not afraid.
استقبل استقبل الآن استقبل الآن استقبل الآن استقبل الآن يسوع نار يسوع موجود في وسطينا استقبل الآن العبادة وحنكمل قول يسوع بس أنا حريص إن نعمل شغل دلوقتي فمدي إيدك معايا غمض عينك ومدي إيدك أيا كان أنت محتاجه محتاج حرية من قيود معينة محتاج حرية من ضمير شكاية أو محتاج شفاء أيا كان رب نار موجود في وسطينا لأن يسوع اللي جالس عن يمين الآب النهاردة سكب نار سكب نار روح القدس وروح القدس بيعمل كل الشغل فمدي إيدك معايا حتى لو انت اول مره تحضر اجتماع زي كده ملي عينك بيسوع على الصليب الفرد ايديه على الصليب وقال لك قد كده بحبك قد كده فديتك ملي عينك بالمنظر ده ما تمليش عينك بحالتك املى المشهد بهذا المشهد املى عينيك بهذا المشهد هذا المشهد بيملاك هذا المشهد بيخليك تعبد واحنا بنعبد بدي ايدك لان النار اللي هيسكبها بتلمس الخلايا المريضه بتلمس القيود بتلمس الشكايه اخرج اخرج من ورا الستاره اللي انت مستخبي وراها من ورا ضمير الشكايه من ورا المنظر الطبيعي من ورا ضعفك من ورا عريك وخليه هو وشه هو محبته هو تملى كل كيانك قول انا بحرك كل كياني ليك لحظاتي قول له كده انا بحرك كل كياني ليك انا بحرك كل عبادتي وقلبي وكياني ليك انا بحرك روحي تجاهك قول له قول له جواك انا بحرك روحي تجاهك انا مادد ايدي وبحرك روحي تجاهك انت جالس عن يمين الآب وانا رافع عيني ورافع كياني ليك انا رافع روحي وقلبي تجاهك انا مش باصص تحت رجلي انا رافع عيني ليك في المشهد ده في حاجه بتحصل جواك في المشهد ده انت هتستقبل مباشره في المشهد ده انت حر في المشهد ده انت مشفي في المشهد ده في نار بتنزل وانت بترفع روحك تجاهه وانت بترفع روحك للي ترفع على الصليب كل من رفع عينيه للحية النحاسية كان بيبرق وانت بترفع عينيك من نفسك في المشهد ده النار بتنزل على حياتك وعلى حياتك الآن على كل خلايا مريضة على كل أمراض في المفاصل على كل سكر في البنكرياس على كل قيد نجاسة مكرر على كل أرحام مغلقة في المشهد ده المعجزة بتحصل جواكي لا خوف اعلني كده انا حرة من الخوف في المشهد ده انت حرة من كل خوف في المشهد ده انت حرة من كل صورة مشوهة دي حالة دي مش حالة الخطية دي حالة النور اذكرك الافعال الخطايا الخطية مش افعال الخطية حالة انت حالتك دلوقتي حالة خطية ولا حالة قدام يسوع اختار معلش افتح عينك معلش افتح عينكم افتح عينكم بصلي وانت مالي عينيك بيه حالتك حالة خطية ولا حالتك حالة مليانة بيه هو ده البر ان عينيك مليانة بيه فحالتك بتبقى مليانة بيه مليانة نور لما بتستخبى منه انت في حالة الخطية الضلمة بتيجي عليك الحالة هي اللي هتطلع الأفعال الخطية مش أفعال الخطية حالة حالتك قدامه بتطلع بر لن تخطئ ثانية ارفع ايدك معايا وانت بصصلي ارفع ايدك معايا الرب يقولك لن تخطئ ثانية وانت بصصلي الرب يقولك وانا مسؤول على الجملة دي الرب يقولك انا مسؤول انا نادر مسؤول على الجملة دي قدام الرب هقدم حساب على الجملة دي لما اروح له
وانت باصص له لن تخطئ ثانيه، وانت باصص له حالتك مش هتطلع خطيه، وانت باصص له بس حالتك مش هتطلع خطيه، حالتك هتتملي فرح، وانت باصص له حالتك مش هيبقى فيها خوف. انا مسؤول على الجمله دي قدامه، وانت باصص له بس حالتك هتتملي نور، هتتملي شفاء، هتتملي حريه. هللويا. تيجي اهتف معايا، اهتف قولوا ايه على حياتك، اهتف على حياتك، اهتف وانت عينيك مليانه بيه، بيداس الموت، هو داس الموت، وانت عينيك مليانه بيه، الموت بيداس، الخوف بيداس، الحزن بيداس، قال تروني فتفرح قلوبكم. ملي عينك بيه، ملي عينك بيه، استقبل جوه روحك الآن معجزة بتبتدي جوه روحك. قول يسوع، يسوع قوات، 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 أعمال قوات، أعمال قوات، بيرفعك لفوق، بيرفع بيتكم لفوق. بيرفع بيتكم لفوق. نوع المرض بتاعك، ايا كان نوع التحدي اللي انت جاي من اجله، اؤمن قبل ما اسال من اجل امراض، اي بيوت هنا ملي عينك بيسوع، رب هيعمل معجزه في البيت، رب يرفع حاله البيت، رب يرفع اجواء البيت. صدق معايا واستقبل الان النار من اجل بيتك، استقبل الان النار من اجل البيت. هللويا، استقبل النار من اجل البيت. Thank you.
أسر عندهم أطفال بيعانوا من التوحد، مرض التوحد. مد إيدك معايا حتى وانت في البيت، مد إيدك معايا. رب عايز يعمل معجزة جوه، نار جوه روح الأهل، جوه الأم والأب، وعايز يملى هذه النار جوه روحك عشان بعد ما نخلص صلاة تحضن ابنك أو تحضن بنتك اللي عندهم توحد، وفي قوة تخرج من هذا الحضن تبرئ مرض التوحد. فمد إيدك وخد نار، مد إيدك وخد نار. المعجزة بتحصل جوه الروح، فمد إيدك وخد نار في الروح باسم الرب يسوع. أي أمراض سكر في البنكرياس مزمنة، مد إيدك خد نار باسم الرب يسوع. أي أي التهاب في الأذن الوسطى بيعمل دوخة، أي التهابات في ال في الساينسز، في ال ما هي الجيوب الأنفية، أشكرك. أي التهابات في الجيوب الأنفية شفاء باسم الرب يسوع، بتعمل دوخة. أي تأثيرات على العينين لسنين طويلة لأسباب حزن أو لأسباب مرض أو لأسباب خوف أو لأسباب خطية في الأجواء باسم رب يسوع، في معجزة بتحصل جوه روحك، جوه روحك تلمس الشبكية وتلمس الأعصاب باسم رب يسوع مباشرة، مباشرة. الروح بيتحرك، الروح بيتحرك في الجسد عشان يصنع، ياخد طريقه يعمل معجزة. الروح بيتحرك في الجسد عشان ياخد طريقه يعمل معجزة باسم الرب يسوع. افتحوا عنيكم ثانية واحدة. انت عارف ان كلمات العلم كأنها وضع يد، يعني كلمة العلم لما تقال اسم مرض ده بيرفع ايمانك للمرض، المرض بتاعك ده قال المرض بتاعي، فبترفع ايمانك عشان تاخد حاجة. انت عارف انك مش محتاج كلمة علم المفروض برضو انك تاخد كل اللي انت محتاجه، انت مش محتاج تسمع مرضك بصورة خاصة. كلمة العلم كأنها وضع يد، فاهمين؟ لكن رب عارفين ليه أنا ما قلتهاش وضع يدي على مرضى القليلين؟ لأنه لو كان حط يدي على كل المرضى كانش حلاقي وقت، لأنه هو في الجسد، فحط يدي على اللي يقدر يحط يدي عليهم. لكن يسوع مش عايز يشفي اللي قادر يحط يدي عليهم، يسوع عايز يشفي في الروح الكل. عشان كده كان تعبير قليلين، قليلين مش لأنه كان بس قليلين العيانين، لا، لأنه هو في الجسد. إخواتي اللي حيصلوا مع حضرتك بعد دقايق حنقعد لغاية الساعة 12، لكن لو حنصلي لمصر عشان يحصل معجزة في مصر، عشان لم يكن عاسر في وسط مليون واحد خارجين من أرض مصر، كان لازم المعجزة تحصل في الروح تلمس كل الأجساد، وده اللي احنا لازم نخش عليه. حد فاهم حاجة؟ الرب ما عندوش مشكله يقول لك كلمه علم باسم مرضك عشان يرفع ايمانك، لكن ما عندوش مشكله يحط يستخدم خادم عشان يحط ايده عليك عشان يرفع ايمانك، بس هل نرفع ايماننا ناخد مباشره؟ فغمض عينك معايا مره كمان واستقبل من عرش النعمه مباشره، لان في سكيب موجود في هذا المكان، نار الروح القدس موجوده في هذا المكان من اجل السكيب لكل احتياج موجود هنا باسم رب يسوع. اي امراض في الدم عامله روماتويد، صدق معايا ببساطه النار بتعدي فيك عشان تلمس دمك وتلمس الروماتويد اللي عامل اي تعب في المفصل باسم الرب يسوع. تعال نختم بترنيمه ونختم هذا الاجتماع، واي حد محتاج صلاه، بس اي حد محتاج صلاه بوضع اليد هيبقى في فريق بيصلي هنا اهو. بس قبل ما نختم، قبل ما تطلع، قبل ما اشرف يرنم الترنيمه، ارفع ايدك معايا. ابويا السماوي اشكرك من اجل الشعب بيستقبل طول الوقت، قولوا اشكرك ان معروض ليا نستقبل طول الوقت. اروح البيت هستقبل، في العربيه هستقبل، في المواصله هستقبل. اشكرك انك عمرك ما تستخبى مني في ولا لحظه ولا طرفه عين. انت قلت انت معايا كل ايام الى انقضاء الدهر. اشكرك اني منقوش على كفك، اشكرك انك عمرك ما بتستخبى مني، واول ما بملي عيني بيك بتملي بيك، بعبدك وبينسكب فيا كل بركه روحيه في السماوات. اشكرك اني مختلف
أشكره. أنا بصلي بلغتك، أشكرك إني مختلف، أشكرك إني في أي لحظة ممكن أستقبل كل اللي عندك، أشكرك إنك بتسكب نعمة وفرح، أشكرك إنك بتغير كل أموري، كل بيتي، كل حياتي، أشكرك إنك تستخدمني إني أطلق هذه الأخبار السارة لكل حد حواليا. هللويا، عظم الرب. وتعالوا نرنم في نهاية الاجتماع دي باسم الرب يسوع. هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الظلام؟ هل يشرق عليهم نور؟ هل يشرقون؟ أعلن إيمانك، نعم تحيا. هل تحيا هذه يشرقوا عليهم النور؟ هل يشرقوا عليهم النور؟ نعم 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 نعم. قد جاء الأب وينادي بالعبق، قد جاء الأب ويخرج من السجن، قد جاء الأب وينير الصلاة. يسوع بتنسى نفسك وبتفرح بالرب، بتستقبل شكل فرح الرب وقوتكم. انسى نفسك، ملي عينك، بيحبك جدا. لو انت موجود في الاجتماع ده لاول مره وحاسس جواك كده بتشجيع برغم انك اول مره تحضر الاجتماع، تعال اتحرك لقدام، حرك لقدامه. هيبقى في ناس بتصلي معاك، ما اقصدش انك تحرك منظر قدام الناس، لا تعال على الجنب كده من غير ما حد ياخد باله، بس انا حريص ان احنا نصلي معاك. اي حاجه جواك حاسك بتشجع وراء الرب كده، وحاس بحريه جديده، وحاس ياه يكونش في رجاء للزمن اللي جاي، اتحرك لقدامه. هيبقى في اخوات بيصلوا معاك له. هللويا. انسى نفسك. يرتفع اللهم على السماوات، يرتفع على كل الأرض مجدك. يسوع مجدك. ارتفع اللهم
يسوع. مجدك ليس إله، ليس إله غيرك يسوع. ترى عيد مثلك، ارتفع يسوع بمجدك بوسطنا. ليس إله غيرك، لم ترى عيد مثلك. فرح قلوبنا ارتفع اللهم على السماوات، ارتفع على كل الأرض مجدك يسوع. مجدك يسوع ارتفع اللهم على السماوات، ارتفع على كل الأرض مجدك. بيملك. قال المرأة اللي شكلها ذات الفعل لها لن تخطئ ثانية. بطرس الرسول يقول لك كده في رسالة بطرس، يقول لك لن تعثر أبدا. وانت ملي عينك، الخطية مش أفعال، الخطية حالة انك مستخبي منه وانت ملي عينك بيه، لن تعثر أبدا. فاعلن ثقتك، اعلن ثقتك. وانا باصص لك يا رب، قول له كده جواك، جواك ما تقولش تعالي، وانا باصص لك بتغير حالتي، تملاني بكل معجزة، تملاني بكل قداسة، تملاني بكل فرح، تملاني بكل سلطان. قول له وانا باصص لك، هفضل باصص لك، انا بحبك، انا بحبك، انا بملي عيني بيك، مش هبص لحاجة تاني، انا بملي عيني بيك، انا برجع كل كياني لي، انا لن احفر ابار مشققه لا تضبط ماء، انا مش هبدل مجدي، انت مجدي، مش هبدل مجدي بما لا ينفع، انا مش هغير، انت الذهب اللي في حياتي، انت القيمه اللي في حياتي، مش هبدل ده باي حاجه تاني.
أنا أنت كل أنت الكل في الكل، أنت الكل في الكل ليا. أين أذهب يا رب؟ مش هستخبى منك تاني، هستخبى فيك، هستخبى في حضورك. مش هحفر ليا أبار في حتة تاني، أنت المية الحية بتاعتي، أنا بحبك. قول له كده، قول له من كل قلبك، أنا ليك، أنا بحبك. إملى المشهد يا رب، أنا برجع كل حاجة تانية ليك، بجمع إملاني قلبي لك. هللويا يا رب، اسكب اسكب فرح يا رب، اسكب فرح يا رب. انا بطلب فرح يا رب على كل قلب هنا موجود او بيستمع او ورا الكاميرا. انا بطلب يا رب فرح، وبطلب رجاء 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 رجاء. لا يأس لا يأس لا يأس، لا تيأس لا تفشل، لا يأس. ملي عينك بيه، لن تيأس لن تفشل، لن ترجع الى الوراء. ثق، لا خوف فيما بعد. محبه يسوع على الصليب كامله تطرح الخوف الى خارج. هللويا، حدوث الحياه والعقارب وكل قوه، ولن يضرك شيء، لا تخاف. هللويا هللويا، بديك سلطان فوق الجبال، بديك سلطان على مخاوف قديمه، بديك سلطان. هو بيبقى هو اللي بيعيش، مش انت احيا، لا انا، لانك انت بتملي عينك بيه، حالتك بتبقى هو. هللويا، بديك سلطان على كل حاجه. هللويا، فبتدوس بعز. هللويا، بيبقى هو اللي عايش مش انت. هللويا، فرح يا رب، فرح يا رب. كان في ترنيمه كمان نفرح بيها مع الرب. هللويا، لانه رب عايز يفرح كل قلب هنا. انسى نفسك وافرح بالرب جدا، لانه هللويا بيطلق سرعه جديده، بيطلق شعب جديد، بيطلق نوع من انواع الكرازه جديد، بيطلق قوه جديده، بيطلق شفاءات بطريقه جديده. لم يكن عاثر في وسطهم، لم يكن عاثر في وسطهم باسم يسوع.
قلبك للرب الآن لو تحب. عايز أشجع كل حد هنا بآية كلكم عارفينها، إخواتي يمكن لأول مرة موجودين أول مرة يسمعوها، لكن كلنا عارفينها بس بحتاج أذكركم بيها. ما يصنعه الرب يبقى إلى الأبد، كل حاجة الرب يودعها جواك ستبقى إلى الأبد، كل حاجة الرب يحطها جوا روحك ستبقى إلى الأبد، كل حاجة استقبلتها النهاردة من رجاء من شفاء من تشجيع من إدراك، كل حاجة استقبلتيها النهاردة هتفضل جواك، محدش يقدر ياخدها منك لأنك بتستقبلها جوا روحك، محدش يقدر ياخدها منك، كل حاجة بتستقبلها جوا روحك محدش يقدر ياخدها منك. ممكن يجي عليها تراب، انفض التراب هتلاقي الذهب ذهب، لكن اللي بيحطه الرب جوا روحك عمر ما حد يقدر ياخده منك. كل رجاء، كل حياة جديدة، كل شفاء، كل معجزة ما حدش يقدر ياخدها منك. اعلن إيمانك معايا. هللويا، أشكرك 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 أشكر أن الرب دفع ثمن غالي على الصليب. قل له أشكرك من أجل نتائج الثمن قد أكمل. تعالوا كلنا نقول له قد أكمل، قد أكمل اللي هو قاله على الصليب. It's finished. قد أكمل. It's finished. هو قال على الصليب قد أكمل، خلص كل حاجة.